هذا يسأل عن دفع الرشوة، هل يجوز في بعض الحالات؟ نقول لا، الرشوة حرام سحت، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ولا يجوز دفعها. والجمرك يدفعها علشان يسلم من الجمرك، الجمرك هذا ما هو باختيارك، إذا أخذوها يكون الإثم عليهم، أما أنت ما عليك إثم، أما الرشوة فلا تجوز.